الدار بلس بودكاست. كورونا الفيروس القاتل الحاصد لأرواح الناس، جملة كفيلة ببث الرعب في النفوس وانهيار النظم الأمنية والاقتصادية. فكورونا ليس مجرد فيروس يهدد الصحة ومعها الحياة، بل يهدد أمن منظومة العالم الحضاري بأسره. فكيف سيؤثر هذا الفيروس على اقتصاد المغرب واستقراره؟ وما هي تبعاته في حال تحوله إلى وباء حقيقي؟ أنتم في الاستماع لحدث الساعة من الدار بلس، وأهلا بكم إلى بودكاست جديد. الدار بلس بودكاست. أعاد فيروس كورونا ومخاوف تحوله إلى وباء عالمي إلى الأذهان لائحة بأشهر الأمراض والأوبئة التي فتكت بالمغاربة عبر التاريخ، بدءا بالطاعون. الوباء الأسود قتل الملايين عبر العالم، مرض بكتيري خطير ومعدن يتسبب في الوفاة خلال 4 أيام فقط من الإصابة، وسمي بالأسود لأنه كان يحول أطراف الجسم من يدين وقدمين والمناطق المصابة في الجسم إلى اللون الأسود. ضرب الطاعون المغاربة خلال مرحلتين، أولاهما سنة 98 700 ألف، والثانية سنة 18 800 ألف، وسمي حينها بطاعون طنجة، التي كانت بؤرة الانتشار في المغرب لوباء دخل البلاد من أسبانيا. تلته موجة وباء الكوليرا الذي لقبه المغاربة بالريح الأصفر وبوغليب الكحل، وبدأت هذه المرحلة سنة 34 800 ألف. مرض الكوليرا تتسبب فيه بكتيريا خطيرة أودت بحياة الكثيرين بالمغرب في مشهد مؤلم لموت جماعي. وتوالت هذه الكارثة على بلاد المغرب كل 10 سنوات حتى أواخر القرن 19. وفي القرن 20 انتشرت 3 أوبئة رئيسية بالمملكة المغربية، هي التيفوس والجدري والطاعون مرة أخرى. التيفوس الذي يلقبه المغاربة بالتوفيس أو ما يعرف أيضا بحمى التيفويد اكتسحت البلاد سنة 45 900 ألف بأعراض من قبيل الزكام القوي، تصاحبه حمى شديدة ويليها طفح جلدي مؤلم. أما الجدري فهو مرض معدن شديد الخطورة، يأتي في شكل بثور تصيب الجلد بتشوهات مؤلمة أيضا، يتطلب علاجه وقتا طويلا. الدار بلس بودكاست. لقد عاش المغاربة فترات عصيبة جدا مع الأمراض والأوبئة حتى صارت جزءا من تاريخه، بل وباتت متداولة بين الناس، كما هو الحال بالنسبة لمرض الجذام والتهاب الكبد الفيروسي أو ما يصطلح عليه عند المغاربة ببوصفير. واليوم يواجه المغاربة خطر وباء فيروس كورونا، بتقديرات وزارة الصحة التي وصلت إلى احتمال وجود 10,000 حالة مصاب بالمرض. وقد بدأت بوادر تبعات كورونا على اقتصاد المغرب بدءا بقطاع السياحة، مع إلغاء 1,000 الحجوزات في الفنادق والمنتجعات السياحية، ومعها أيضا مجموعة من التظاهرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على غرار معرض الفلاحة الدولي بمكناس. شبح كورونا بات يهدد أيضا العالم العربي والدول عموما، فتراجع أسعار النفط وشلل السياحة سيضع الدول العربية لا محالة على كف عفريت في مواجهة كوارث اقتصادية جديدة. ومعلوم أن أسعار النفط تتحكم في تقلبات السوق العالمية والمحلية أيضا، بما ينعكس كذلك على الأسعار ومستوى عيش المغاربة والقدرة الشرائية وغيرها. كما ستتأثر أسعار المواد الاستهلاكية التي يتم استيرادها من الخارج مع توقف السير الطبيعي لعجلة الاستيراد، كما الحال على سبيل المثال للحصر استيراد مادة الشاي من الصين والتي تراجعت بشكل كبير حسب المهنيين،
بالنظر إلى الارتباك الحاصل في التزود بالشاي جراء التطورات المتسارعة لفيروس كورونا، ما قد يجعل هذه المادة غير متوفرة بكثرة في الأسواق، وبالتالي يزيد ثمنها بما أن الطلب سيكون أكثر من العرض. وقس على ذلك باقي المنتجات والمستلزمات المستوردة من الخارج، على رأسها الأدوية واللوازم الطبية. شكرا لاستماعكم، وإلى بودكاست آخر. الدار بلوس بودكاست.